معي للحديث عن تجربته في الجمع بين الدين والفن الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما. الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، اسكندراني أصيل، عاشق للفن وعازف على آلة البيانو منذ الطفولة. نشأ في أسرة جمعت بين التدين وحب الفنون، وفي سن مبكرة بدأ حياة الرهبنة عندما انتقل من منزل الأسرة إلى دير الرهبان الفرنسيسكان. ومنذ عام 1990 اهتم الأب بطرس دانيال بدراسة البيانو، وقاد كورال كنيسة سان جوزيف، كما ألف العديد من المقطوعات الموسيقية، وسافر مع الكورال للعزف في العديد من الدول الأوروبية. حصل الأب بطرس دانيال على درجة الماجستير عام 1998، وعمل لمدة 10 سنوات نائب لرئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ثم تولى منذ عام 2010 رئاسة المركز الشهير الذي ينظم مهرجانا سنويا يعتبر من أهم وأقدم مهرجانات السينما المستقلة في مصر.